السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بتلاميذ مدرسة حشدار الابتدائية الأهلية، المادة رياضيات للصف السادس الابتدائي، معلمة المادة رويدة علي. أهلا وسهلا بكم حبايبي الحلوين. حبايبي، درسنا لهذا اليوم هو محيط الأشكال الرباعية وحل تمارين 3-1. إحنا رح نراجع محيط الأشكال الرباعية ونكمل حل تمارين 3-1، حيث محيط الأشكال الرباعية نبدأ أولا محيط متوازي الأضلاع، حيث قانون محيط متوازي الأضلاع يساوي مجموع طول ضلعين متجاورين في 2، مجموع طول ضلعين متجاورين في 2. مثال رقم 1 في متوازي الأضلاع ألف باء جيم دال، ألف باء جيم دال، طول ألف باء، هاي ألف باء 6 سنتيمتر، وطول باء جيم 4 سنتيمتر، ما طول المحيط؟ إذن بما أنه هو متوازي الأضلاع ويريد من عندي المحيط، إذن نكتب قانون محيط متوازي الأضلاع. محيط متوازي الأضلاع يساوي مجموع طول ضلعين متجاورين في 2، مجموع طول ضلعين متجاورين في 2، يعني ذني الضلعين المتجاورين، هذا الضلع وهذا الضلع، هن الضلعين المتجاورين، وأجمعهن يعني أجمع هنا 6+4، ويساوي أفتح قوسين وأخلي هنا 6+4، لأن مجموع، لأن أنا هنا عندي مجموع، فأخلي عملية جمع وأجمع الضلعين المتجاورين، عندي هذا الضلع 6 وهذا الضلع 4، وأضربهم طبعا في 2 الموجودة بالقانون، ويساوي عندي هنا 6+4 يساوي 10، وهاي 2 تنزل، وعملية الضرب أيضا تنزل، وعشرة في 2 يساوي 20 سنتيمتر، 20 سنتيمتر، جدا التطبيق سهل. نشاط رقم 1 ألف باء جيم دال متوازي الأضلاع، طول محيطه هو 50 سنتيمتر، وطول أحد أضلاعه 10 سنتيمتر، ما طول الضلع الثاني. هنا عدي مطيني المحيط ويريد من عدي طول الضلع، مطيني هنا المحيط ويريد طول الضلع أحد الأضلاع، يعني هو الضلع الثاني، حيث نكتب هنا قانون محيط متوازي الأضلاع ويساوي مجموع طول ضلعين متجاورين في 2، مجموع طول ضلعين متجاورين في 2. أنا هنا المحيط مطياني بالسؤال وهو 50 سنتيمتر، أكتب هنا 50 سنتيمتر يساوي هنا عدي مجموع طول الضلعين المتجاورين، أنا عدي هنا مجموع الضلع الأول وهو، أكتب هنا أفتح قوسين، هنا أكتب 10 هو الضلع الأول، زائد هنا طول الضلع الثاني أنا ما أعرفه اللي هو يكون أنا أطلعه، وفي 2 هاي موجودة بالقانون. هنا عدي قلت كل عملية ضرب أنا من أريد أطلع طول الضلع الثاني لازم أتخلص من عملية الضرب بهذا الطرف، لازم أتخلص من عملية الضرب، قلت كل عملية ضرب مقابلها قسمة، مقابلها قسمة، طبعا القسمة ليش هنا على العدد 2؟ لأن هنا عدي العدد 2، إذا هنا 2 أقسمها، إذا هنا عدي 4 أقسمها على العدد 4، فحسب العدد اللي هنا عدي. زين، هل يصير أقسم طرف واحد؟ لازم أنا من هنا أقسم طرف، لازم أقسم الطرف الآخر أيضا على نفس العدد، وهو أقسم 50 تقسيم 2، حيث هاي هنا السعدي راحت 2 تقسيم 2 صار 1، إذن هذا كل الطرف بقالي من عده، هاي هنا 10+ طول الضلع الثاني، ويساوي هنا 50 تقسيم 2، 50 تقسيم 2 يساوي 25، يساوي 25. والآن أنا أريد أطلع هنا طول الضلع الثاني، أكتب هنا طول الضلع الثاني يساوي، هنا أنزل 25 طرح، هاي العملية جمع تصير طرح، وهنا 10، إذن 25 طرح 10 يساوي 15 سنتيمتر، 15 سنتيمتر. إذن أنا هنا أو من خلال التخمين قلت هنا
أقول هنا 10، 10 شقد أضيف له على مود أصل إلى 25؟ هالعشرة شقد أضيف لها على مود أصل إلى 25؟ أضيف لها 15، أضيف لها 15، إذا طول الضلع الثاني يساوي 15 سنتيمتر. ننتقل ثانيا إلى محيط المعين. محيط المعين قانونه جدا سهل وبسيط، حيث محيط المعين هذا أني عدي هنا المعين ألف باء جيم دال، حيث محيط المعين يساوي طول الضلع في 4، طول الضلع في 4. زين أنا من خواص المعين إنه جميع أضلاعه متساوية، لذا إنه أنا أقول طول الضلع في 4 لأن بي 4 أضلاع، هاي 1، 2، 3، 4. إذا محيط المعين قانونه يساوي طول الضلع في 4، طول الضلع في 4. مثال رقم 2، حيث ألف باء جيم دال معين طول ضلعه 7 سنتيمتر، ما طول محيطه؟ ما طول محيطه؟ هنا أكتب محيط المعين يساوي طول الضلع في 4. زين أني هنا مطيني طول الضلع، إذا طول الضلع يساوي 7 اللي هي موجودة بالسؤال، مطياني بالسؤال هو طول الضلع في 4، هاي مال قانون، ويساوي 7 في 4 شقد يساوي؟ يساوي 28 سنتيمتر، 28 سنتيمتر. نشاط ألف باء جيم دال معين طول محيطه 72 سنتيمتر، جد طول ضلعه. يعني أنا عدي هنا صيغتين أو فكرتين لقانون محيط المعين، أما أريد من عدي المحيط تطبيقه جدا سهل، مجرد ضرب، لأن طول الضلع مطياني بالسؤال، وأضرب 7 في 4 اللي هي مال قانون ويساوي الناتج، أو هنا يطيني المحيط يريد من عدي طول الضلع، يريد من عدي هنا طول الضلع، إذا أكتب قانون محيط المعين يساوي طول الضلع في 4، يساوي طول الضلع في 4. إذا محيط المعين أنا مطيان بالسؤال 72 سنتيمتر يساوي طول الضلع أنا مجهول ما أعرفه في 4، تنزل مال قانون. إذا أنا قلت هنا كل عملية ضرب مقابلها قسمة، مقابلها قسمة، لكن القسمة على أي عدد؟ قسمة على العدد 4. زين القسمة يصير على طرف واحد، لازم من أقسم طرف الطرف الآخر أقسم على نفس العدد، أقسم على نفس العدد. إذا هنا عندي 4 تقسيم 4، يعني هاي راحت ويا هاي، 4 تقسيم 4 1. إذا ايش بقى لي من هذا الطرف؟ بقى عندي فقط طول الضلع، أكتب هنا طول الضلع يساوي 72 تقسيم 4، 72 تقسيم 4 يساوي 18 سنتيمتر، 18 سنتيمتر. أنتقل ثالثا إلى محيط شبه المنحرف. محيط شبه المنحرف، حيث محيط شبه المنحرف يساوي مجموع أطوال أضلاعه الأربعة، مجموع أطوال أضلاعه الأربعة. مثال رقم 3، ألف باء جيم دال شبه منحرف، جد طول محيطه إذا كانت أطوال أضلاعه كما مثبتة على الرسم، حيث هاي هنا عدي شبه المنحرف ألف باء جيم دال، عدي ذني أطوال أضلاعه. أولا أنا أكتب القانون، حيث محيط شبه المنحرف يساوي مجموع أطوال أضلاعه الأربعة، يعني مجرد أجمع، ويساوي هنا عدي 3.5 + 2.5 + 3 + 5 يساوي، هنا عدي 3 + 5 يساوي 8. عملية الجمع تنزل هنا عدي أجمع، أجمع أولا الأعداد الصحيحة 3 + 2، 3 + 2 يساوي 5. زين وهذا النص زائد نص شقد يساوي؟ 1. زين 5 + 1 يساوي 6، يساوي 6. إذن الآن 6 + 8 يساوي 14،
14 سنتيمتر، 14 سنتيمتر هذا محيط شبه المنحرف، محيط شبه المنحرف. والآن ننتقل إلى تمارين 3-1. تمارين 3-1، السؤال الأول: الأشكال المرسومة تمثل متوازي الأضلاع، جد قياس الزوايا المؤشرة بعلامة الاستفهام. حيث الآن أني لازم أتذكر خواص متوازي الأضلاع، وهي أولا هي كل زاويتان متقابلتان في متوازي الأضلاع متساويتان بالقياس، وأيضا كل زاويتان متتاليتان في متوازي الأضلاع مجموعهما يساوي 180 درجة، 180 درجة. حيث عندي هذا الشكل متوازي الأضلاع، نقطة رقم ألف، عندي هاي الزاوية 75 درجة، 75 درجة. ما قياس هاي الزاوية؟ قياس أولا نكتب ألف، قياس الزاوية يساوي قد يساوي هنا قياس الزاوية؟ يساوي 75، 75 درجة. زين، ما هو السبب؟ السبب لأن تعتبر زاويتين متقابلتان والزوايا المتقابلة تعتبر متساوية بالقياس، إذن لأن كل زاويتان متقابلتان في متوازي الأضلاع متساويتان بالقياس، متساويتان بالقياس. نقطة رقم باء، عندي هنا هاي الزاوية 110، هاي الزاوية 30، عندي هنا علامة استفهام وهي الزاوية المفقودة. زين، هنا تلاحظون هاي كلها الزاوية مقسومة، أنا عندي هاي الزاوية وكأنه مقسومة بالنص. زين، هاي كل الزاوية تساوي 110، تساوي 110. زين، أنا هنا هاي جزء من هاي الزاوية، جزء من هاي الزاوية مطيني واو العدد 30 درجة، 30 درجة. زين، شلون أنا هنا راح استخرج هاي الزاوية؟ أولا تعتبر هاي الزاوية وهاي الزاوية زوايا متتالية، زوايا متتالية. إذن نقطة رقم باء، عدي بما أنه كل زاويتان متتاليتان في متوازي الأضلاع مجموعهما يساوي 180 درجة، حيث 110، أخذ هاي كل الزاوية 110 زائد 110 زائد 30 درجة، 110 زائد 30 درجة يساوي هنا عندي يساوي 140 درجة، 140 درجة. والآن هنا ايش راح اسوي؟ على مود اطلع هاي الزاوية اقول قياس الزاوية يساوي 180 درجة، 180 درجة، طرح 140، الآن استخرجتها ويساوي 40 درجة، ويساوي 40 درجة. أنا هنا سويت، هنا عدي مجموع الزوايا المتتالية قد يساوي؟ لازم يساوي 180 درجة، 180 درجة. مجموع الزوايا هنا أقول مجموعهما يساوي 180 درجة. زين، أنا هنا عدي 110، زين أجمعها ويا هاي زائد 30، إيش قد راح يصير؟ 140. زين، أني هنا أريد أطلع هاي الزاوية المفقودة، مجرد أطرح 180 من 140 ويساوي 40 درجة، ويساوي 40 درجة. إذن أني هنا جمعت ليش؟ لأن هي مجموع الزوايا المتتالية يساوي 180، وهنا طرحت ليش؟ لأن أني هنا طلعت المجموع. زين، أريد أجد هاي الزاوية المفقودة، مجرد أطرح المجموع من 180 ويساوي 40 درجة، هي قياس هاي الزاوية. نقطة رقم جيم، عدي هذا أيضا متوازي الأضلاع، متوازي الأضلاع، هاي كل هاي الزاوية، كل هاي الزاوية 95 درجة. زين، أنا مطيني جزء من هاي الزاوية يساوي 45. زين، هاي هنا الزاوية ايش قد تشوفون الفرق بين هاي وهاي؟ هاي كل الزاوية،
كل الزاوية 95 وهاي جزء من الزاوية 45 درجة. إذن أنا شلون هنا راح أستخرج قياس الزاوية المفقودة؟ حيث أتذكر بما أن كل زاويتان متقابلتان في متوازي الأضلاع متساويتان بالقياس، حيث عندي هنا قياس الزاوية هنا أكتب 95 درجة طرح 45 درجة ويساوي هنا 50 درجة. 50 درجة أنا هنا طلعت هاي الزاوية، طلعت هاي الزاوية. شلون أنا طلعت هاي الزاوية؟ أنا عندي كل هاي الزاوية 95. زين، أنا هاي الزاوية وهاي الزاوية زاويتين متقابلتان، زاويتان متقابلتان. زين، إذا هاي 95، زين هاي إيش قد لازم؟ أيضا 95. هاي أيضا لازم 95. زين، أنا مطيني جزء من عدها، جزء من عدها. إذا أطرح 95 من هذا الجزء راح تطلع لي هاي الزاوية المفقودة أو الزاوية المؤشرة. إذا طلعت لي الناتج 50 درجة، 50 درجة قياس الزاوية. انتقل إلى هذا الشكل أيضا متوازي الأضلاع، عندي هاي الزاوية 85 درجة. هاي الزاوية المفقودة هاش تعتبر زوايا متتالية، حيث قياس الزاوية مجموع الزوايا المتتالية قد يساوي؟ يساوي 180 درجة. إذا 180 طرح هاي الزاوية اللي هي 85 درجة قد راح يساوي؟ راح يساوي 95 درجة. 95 درجة قياس هاي الزاوية، 95 درجة قياس هذه الزاوية. السبب لأن زاويتان متتاليتان ومجموعهما 180 درجة، مجموعهما 180 درجة. انتقل إلى ثانيا، في معين ألف باء جيم دال قياس زاوية ألف 48 درجة، طول جيم دال 5 سنتيمتر. حيث هذا عندي أني هنا المعين، هذا المعين ألف باء جيم دال، عندي هنا قياس هاي الزاوية قياس زاوية ألف 48 درجة، وعندي هنا طول جيم دال 5 سنتيمتر. يريد من عندي ألف طول باء جيم، طول باء جيم، باء جيم. زين، أنا عندي من خواص المعين إنه جميع أضلاعه متساوية. إذا هذا دال جيم 5 سنتيمتر، يعني باء جيم إشقد؟ إشقد باء جيم؟ أيضا طول باء جيم يساوي أيضا 5 سنتيمتر. زين، لماذا 5 سنتيمتر هذا باء جيم؟ لأن من خواص المعين جميع أضلاعه متساوية، أو لأن أضلاع المعين متساوية بالطول، أضلاع المعين متساوية بالطول. نقطة رقم باء قياس زاوية جيم، قياس هاي الزاوية، قياس هاي الزاوية بما أنه هاي الزاوية ألف وهي زاوية جيم تعتبر زوايا متقابلة، زوايا متقابلة. إذا قياس زاوية جيم، قياس زاوية جيم يساوي أيضا 48 درجة، لأن تعتبر زوايا متقابلة، لأن كل زاويتان متقابلتان متساويتان، لأن زاويتين متقابلتان فتكون متساويتان بالقياس. نقطة رقم جيم قياس زاوية دال، قياس هاي الزاوية، قياس هاي الزاوية، قياس زاوية ألف ودال تعتبر زوايا متتالية، تعتبر زوايا متتالية. إذا مجرد أطرح 180 من 48 راح يطلع لي قياس زاوية دال، قياس زاوية دال يساوي 180 درجة طرح 48 درجة يساوي 132 درجة. هاي قياس زاوية دال، قياس زاوية دال. السبب لأن كل زاويتان متتاليتان مجموعهما يساوي 180 درجة. انتقل إلى نقطة رقم ثلاثة، الأشكال المرسومة تمثل شبه منحرف،
جد قياس الزوايا المؤشرة بعلامة استفهام، حيث عندي نقطة رقم ألف، هذا الشكل هو شبه المنحرف، أريد قياس هاي الزاوية وقياس هذه الزاوية. إذن أني أعرف قياس الزوايا الداخلية في شبه المنحرف تساوي مجموع قياس الزوايا الداخلية في شبه المنحرف تساوي 180 درجة، حيث نقطة رقم ألف قياس الزاوية، قياس هاي الزاوية يساوي 180 درجة طرح هاي الزاوية وهي 60 درجة، ويساوي عندي هنا 180 طرح 60 درجة يساوي 120 درجة. 120 درجة أنا هاي اعتمدت على قاعدة مجموع الزوايا الداخلية في شبه المنحرف يساوي 180 درجة، يساوي 180 درجة. زين، أيضا قياس هاي الزاوية نفس التطبيق ونفس الخطوات، 180 درجة طرح 65 درجة ويساوي 115 درجة قياس هذه الزاوية، قياس هذه الزاوية. واعتمدت أيضا على قاعدة مجموع الزوايا الداخلية لشبه المنحرف يساوي 180 درجة. أنتقل إلى هذا الشكل، أدينا الزاوية 80، أريد قياس هذه الزاوية. نفس التطبيق لنقطة رقم باء، قياس الزاوية يساوي 180 درجة طرح، أدي هنا جد الزاوية 80، إذا طرح 80 درجة ويساوي 100 درجة قياس هذه الزاوية، قياس هذه الزاوية. وأيضا اعتمدت على قاعدة مجموع الزوايا الداخلية لشبه المنحرف تساوي 180 درجة، تساوي 180 درجة. نقطة رقم جيم، عندي هذه الزاوية 115 درجة، ما قياس هذه الزاوية؟ ما قياس هذه الزاوية؟ نفس الخطوات السابقة، قياس الزاوية يساوي 180 درجة طرح 115 درجة ويساوي 65 درجة، 65 درجة. أيضا تعتبر هذه زوايا داخلية، ومجموع الزوايا الداخلية يساوي 180 درجة، يساوي 180 درجة. والآن أنتقل إلى نقطة رقم دال، حيث لدي هنا هذه الزاوية مفقودة، هذه الزاوية مفقودة. أنا عندي هنا هاي الزاوية 125 درجة، وهذه الزوايا تعتبر زاويتين داخليتان، ومجموع الزوايا الداخلية في شبه المنحرف يساوي 180 درجة. إذن قياس هاي الزاوية يساوي 180 درجة طرح 125 درجة ويساوي 55 درجة قياس هذه الزاوية. واعتمدت على قاعدة مجموع الزوايا الداخلية في شبه المنحرف يساوي 180 درجة، 180 درجة. الآن أنا أريد أجد هذه الزاوية، أريد أجد هذه الزاوية. زين، أنا هاي الزاوية 60، وهاي الزاوية كلها ككل هاي الزاوية تعتبر زاويتين داخليتان. زين، أنا أريد فقط هذه الزاوية، فقط هذه الزاوية. إذن أولا أنا أطرح 180 من 60، إذن قياس الزاوية الثانية 180 طرح 60 درجة يساوي 120 درجة. زين، 120 هاي كل هاي الزاوية، 120 كل هاي الزاوية، أنا أريد فقط جزء من عدها، أنا أريد فقط جزء من هذه الزاوية، هاي 120 كل هاي الزاوية. زين، أنا أريد جزء من عدها. زين، هنا شلون أنا أستخرج الجزء من هاي الزاوية؟ أنا عدي كل هاي الزاوية 120. زين، أنا علمود أطلع هذا الجزء، لازم أعرف هذا الجزء إيش قد قياسه. زين، دا تلاحظون هنا، هاي هنا مربع،
هذا المربع يعني زاوية هنا زاوية قائمة، علامة الزاوية القائمة يكون شكلها مربع تختلف عن كل الزوايا، بقية الزوايا يكون أقواس، بقية الزوايا تكون أقواس، أما الزاوية القائمة، الزاوية القائمة يكون شكل الزاوية مربع، يكون شكل الزاوية مربع، وقياس الزاوية القائمة يساوي 90 درجة، يساوي 90 درجة، إذا أنا ويساوي مجموع كل هاي الزاوية 120 درجة، زين. هاي الزاوية قائمة إذا أطرحها من 120 درجة ويساوي 120 طرح 90 اللي هي الزاوية القائمة يساوي 30 درجة، قياس هذه الزاوية، قياس هذه الزاوية. وإذا تريدون تتحققون إذا تجمعون 30 زائد 90 راح يطلع لكم 120، هي قياس كل هذه الزاوية، قياس كل هذه الزاوية. انتقل إلى نقطة رقم 4 في الشكل ألف باء جيم دال شكل رباعي فيه قياس زاوية ألف 100 درجة، قياس زاوية باء 110 درجة، قياس زاوية جيم 75 درجة، جد قياس زاوية دال، جد قياس زاوية دال. أنا هنا أعرف من خلال ملاحظة، على مود أستخرج قياس زاوية دال من خلال ملاحظة هو مجموع زوايا شكل الرباعي يساوي 360 درجة، مجموع زوايا شكل الرباعي يساوي 360 درجة، زين. خلينا نجمع ذني الزوايا، قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية باء زائد قياس زاوية جيم يساوي ذني راح أجمعهن وأطرحهن من 360 درجة على مود أستخرج قياس زاوية دال، ذني الزوايا أجمعهن قياس زاوية ألف وباء وجيم راح أجمعهن، حيث قياس زاوية ألف 100 درجة زائد قياس زاوية باء 110 درجة زائد قياس زاوية جيم 75 درجة ويساوي 100 زائد 110 زائد 75 يساوي 285 درجة. هاي مجموعة 3 زوايا، زين. أنا أريد أجد قياس زاوية الدال، إذا لازم أطرح مجموع زوايا الشكل الرباعي هي 360 درجة، طرح هذا العدد 285، قياس زاوية الدال يساوي 360 درجة طرح 285 درجة ويساوي 360 طرح 285 يساوي 75 درجة، 75 درجة قياس زاوية الدال، 75 درجة قياس زاوية الدال. والآن أنتقل إلى نقطة رقم 5، ارسم كل من الأشكال التالية، ارسم كل من الأشكال التالية، حيث نقطة رقم ألف متوازي الأضلاع ألف باء جيم دال فيه طول ألف باء يساوي 6 سنتيمتر، طول باء جيم يساوي 8 سنتيمتر، قياس زاوية ألف باء جيم يساوي 70 درجة، يساوي 70 درجة. الآن أول خطوة بالرسم إنه أنا أرسم هذا الخط، الخط المستقيم، زين. أنا هنا عندي زاوية ألف باء جيم، يعني هاي الزاوية يا زاوية منا راح أرسم بيها الزاوية زاوية باء، زاوية باء أنا راح أرسم من عندها الزاوية 70 درجة، زاوية باء، زين. يا ضلع هو الأطول، ضلع 8، إذن باء جيم، يعني هنا باء جيم، باء جيم، إذن أول خطوة طبعا طوله 8 سنتيمتر. والآن أنتقل إلى نقطة رقم 2، حيث أرسم آني هذا المستقيم هو باء جيم، باء جيم وبطول 8 سنتيمتر. الآن أنا بعد ما رسمت المستقيم لازم أرسم الزاوية، زاوية
ألف باء جيم، وقياس هاي الزاوية 70 درجة. زين آني كيفية رسم الزاوية يكون باستخدام المنقلة، يكون باستخدام المنقلة. طبعا أخلي هذا الخط على هذا مباشرة وأبني أحسب. هذا هنا 0 10 20 30 40 50 60 70. إذا هنا هي تكون الزاوية، إذا أنا حددت الزاوية هي ألف باء، ألف باء جيم، قياس هاي الزاوية 70 درجة، قياس هاي الزاوية 70 درجة. وطبعا هذا الضلع ألف باء، ألف باء راح يكون بطول 6 سنتيمتر. إذا نرسم من نقطة باء زاوية، زاوية قياسها 70 درجة باستعمال المنقلة، ثم نحدد طول ألف باء 6 سنتيمتر. حد الطول ألف باء 6 سنتيمتر. إذا أني أولا أرسمت المستقيم، ثانيا أرسم الزاوية، ثالثا بعد مجرد أنه أني أرسم خط يوازي أو مستقيم يوازي الضلع ألف باء، وآخر نقطة راح تكون أنه أوصل بين هذه النقطة وهذه النقطة. نقطة رقم 3 حيث أنا رسمت ألف باء، ألف باء ورسمت هذه الزاوية، مجرد رح أرسم مستقيم يوازي ألف باء، وهو المستقيم دال جيم، مستقيم دال جيم وأيضا بطول 6 سنتيمتر، حيث نرسم جيم دال، جيم دال يوازي باء ألف وبطول 6 سنتيمتر. نقطة رقم 4 مجرد أني أوصل بين النقطة، بين النقطة ألف ودال، بين النقطة ألف ودال، فيتكون عندي متوازي الأضلاع، راح يتكون عندي متوازي الأضلاع، نصل بين النقطتين ألف ودال فنحصل على متوازي الأضلاع. وطبعا هذا طوله ألف باء 6 سنتيمتر، لازم أيضا دال جيم أيضا 6 سنتيمتر. أنتقل إلى نقطة رقم باء، ألف باء جيم دال معين، طول ضلعه 5 سنتيمتر، قياس زاوية ألف باء جيم 115 درجة. الآن أنا عندي هذا معين، والمعين لازم جميع أضلاعه متساوية أو هو مشابه لمتوازي الأضلاع. نبدأ أول خطوة إنه أنا أرسم المستقيم. زين هنا تلاحظون هاي ألف باء جيم، يعني يا زاوية هنا زاوية باء، يعني لازم هنا أثبت باء. وهنا شو أكتب؟ هنا راح أكتب ألف، إذا ألف باء جيم، ألف باء جيم راح تكون هنا. هنا عندي طبعا بطول شقد راح يكون؟ 5 سنتيمتر، إذا أكتب هنا 5 سنتيمتر. ما كتب لي طول ألف باء 5 وطول بقية الأضلاع قياسين، لأن هو المعين متساوي جميع أضلاعه، أو جميع أضلاعه متساوية في الطول. نرسم ألف باء طوله 5 سنتيمتر باستعمال المسطرة. نقطة رقم 2 أنا رح أرسم الزاوية، والزاوية أرسمها باستعمال المنقل. والآن أحدد الزاوية، عندي هاي 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120. زين أنا هنا عندي الزاوية 115، زين هاي وين راح تكون هنا؟ 115 بين المئة وعشرة والمئة وعشرون، يعني هنا بالنص. إذا أكتبها هنا، إذا هاي الزاوية 115، إذا زاوية ألف باء جيم بقياس 115. أكتب النقطة، نرسم من نقطة باء زاوية قياسها 115 باستعمال المنقلة، ثم نحدد باء جيم وبقياس 5 سنتيمتر، يعني هو معين. نقطة رقم 3 مجرد أني رح أرسم ضلع يوازي باء جيم، هذا الضلع هو ألف دال، هذا الضلع هو ألف دال يوازي باء جيم. الآن رسمت أني ضلع يوازي باء جيم وهو ألف دال، نكتب هاي النقطة، نرسم ألف دال يوازي باء جيم وبطول 5 سنتيمتر. آخر نقطة اللي هو أني أصل بين النقطتين ألف وجيم، فيتكون عندي معين.
وصلت بين النقطتين جيم ودال. إذن نصل بين النقطتين، نصل بين النقطتين دال وجيم، فنحصل على معين، فنحصل على معين. الآن ننتقل إلى نقطة رقم 6، جد محيط متوازي الأضلاع، طول ضلعين متجاورين فيه 20 سنتيمتر و15 سنتيمتر. جد محيط، محيط متوازي الأضلاع، يقول هنا ضلعين متجاورين. إذن نكتب قانون محيط متوازي الأضلاع يساوي مجموع طول ضلعين متجاورين في 2، موجود أصلا هنا طول ضلعين متجاورين، أنتوا فقط تضيفون كلمة مجموع طول ضلعين متجاورين في 2. الآن مجرد أفتح قوسين وأجمع بين 20 زائد 15 وأضربها في 2، إذن هنا 20 زائد 15 ضرب 2. 20 زائد 15 قد يساوي؟ يساوي 35 ضرب 2، هاي مال قانون، ويساوي 70 سنتيمتر، ويساوي 70 سنتيمتر. نقطة رقم 7، معين محيطه 100 سنتيمتر، جد طول ضلعه، جد طول ضلعه. إذن أني أكتب قانون محيط المعين وهو يساوي طول الضلع في 4، طول الضلع في 4. أني هنا مطيني المعين، محيط المعين يريد من عندي طول الضلع، طول الضلع هو المجهول. إذن أكتب محيط المعين هو 100 سنتيمتر ويساوي طول الضلع، أني مجهول عندي وفي 4 مال قانون. إذن أني هنا قلت مقابل كل ضرب تكون عندي مقابلها قسمة، قسمة على يا عدد، قسمة على العدد 4، هنا 4 لازم أقسم هنا 4. زين يصير بس طرف واحد، لازم أقسم الطرفين على العدد 4، على العدد 4. إذن هذا الأربعة والأربعة راحت، لأن 4 تقسيم 4 1، إذن راحت، بقالي من هذا الطرف فقط طول الضلع. أكتب هنا طول الضلع يساوي 100 تقسيم 4، 100 تقسيم 4 يساوي 25 سنتيمتر، 25 سنتيمتر. إذن إلى هنا حبايبي إحنا نكمل تمارين 3-1، وإلى هنا ينتهي الدرس، وألقاكم في الدرس القادم، وأتمنى لكم كل التوفيق.